بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. متن كشف الشبهات لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، لما ذكر الشيخ رحمه الله أن أعداء الله لهم شبهات يدلون بها ليصدوا الناس عن الحق، وذكر أن لهم جواب، أن لهم جوابين، جواب مجمل يستطيعه كل أحد، المتعلم والعامي وكل مسلم، وهو أن يعتقد أن كلام الله لا يتناقض وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناقض أبدا، بل يفسر بعضه بعضا، ويجب الأخذ به كله، ما يؤخذ بطرف ويترك الطرف الآخر، لأن كله كلام الله، كله كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أهل الضلال فيأخذون بطرف ويتركون الطرف الآخر كما ذكر الله عنهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. هذه قاعدة، أن أهل الضلال وأهل الزيغ دائما يأخذون بطرف من النصوص ويتركون الطرف الآخر الذي يفسرها ويوضحها، وأما أهل الحق فيأخذون بالطرفين، يأخذون بكل النصوص ويفسرون كلام الله بعضه ببعض، كلام الرسول، ويردون المحكم إلى، يردون المتشابه إلى المحكم. هذه طريقة الراسخين في العلم، وهذه طريقة أهل الزيغ. هذا من حيث العموم. من حيث التفصيل يقول إن أعداء الله وأعداء الرسل لهم شبهات يدلون بها دائما، شبهات، وهذه الشبهات تشكل على العوام وغير المتمكنين من طلب العلم، فينبغي للمسلم أن يحذر منها وأن يدرس الإجابة عنها حتى لا يؤثرون عليه بها، ولا يصلح أن يدخل الميدان في المناظرات والردود إلا من كان عنده علم وبصيرة واستعداد. نعم. وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل ويصدون بها الناس عنه. نعم، كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. لهم الرسل لهم أعداء، وهم رسل الله، فكيف لا يكون للعلماء أعداء أيضا؟ هذه سنة الله أنه جعل هذا وهذا من أجل الامتحان والابتلاء. وكذلك جعلنا لكل نبي، لكل نبي عدوا. من هو هذا العدو؟ شياطين الإنس والجن. وشوف كيف بدأ بشياطين الإنس، لأنهم أشد خطر من شياطين الجن، لأن شياطين الإنس يخالطونك وتشوفهم ويدعون العلم، فهم أشد فتنة من شياطين الجن، ولذلك قدمهم الله في الذكر شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض، يلقي بعضهم إلى بعض الشبهات التي يعترضون بها على دين الرسل، يتعاونون، يتعاون شياطين الإنس مع شياطين الجن. شياطين الإنس من بني آدم، وشياطين الجن ذرية إبليس، ذرية إبليس وجنوده، وهم عالم خفي لا يرون،
من عالم الغيب. نعم. منها قولهم: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له. شوف، فسروا الشرك بأنه أنك تعتقد أن أحد يخلق مع الله ويرزق مع الله ويدبر، ولم يفسروا الشرك بأنه عبادة غير الله. هذا هو التفسير الصحيح، الشرك هو عبادة غير الله عز وجل بأي نوع من أنواع العباد، وليس الشرك هو الشرك في الربوبية. هذا ما حصل من أحد، كل الخلق يفردون الله بتوحيد الربوبية، مؤمنهم وكافرهم، إنما الخلاف في توحيد العبادة، توحيد الألوهية، هذا هو محل الخلاف. هم يعرضون عن هذا إما قصدا وإما جهلا، ويفسرون الشرك بأنه أن تعتقد أن مع الله من يخلق ويرزق ويدبر، ولا يرون أنه أن تجعل مع الله شريكا في عبادته أبدا، ما يقولون، لأجل يبقون على ما هم عليه من الشرك، يقولون هذا ما هو بشرك. نعم. فهو يقول: أنا لا أشرك بالله لأنني أعتقد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. نعم. وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. يعتقدون أن محمدا لا يملك لنفسه ولا غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح، لكنه ما هو هذا هو المطلوب، ما هو هذا هو المطلوب. نعم. الشرك أن تعتقد أنه لا يستحق العبادة إلا الله، هذا هو التوحيد. التوحيد أن تعتقد أنه لا يستحق العبادة بجميع أنواعها إلا الله، هذا هو التوحيد. والشرك أن تجعل لله شريكا في عبادته، أن تذبح لغير الله، تنذر لغير الله، تستغيث بالأموات والغائبين، هذا هو الشرك. نعم. فضلا عن عبد القادر أو غيره. عبد القادر الجيلاني، عبد القادر الجيلاني أو الكيلاني من أئمة الحنابلة، وهو إمام جليل وعابد من العباد، اعتقدوا فيه أنه يشفع عند الله وأنه وسيلة لهم إلى الله، ونسبوا إليه الطريقة الصوفية يسمونها القادرية، يسمونها القادرية، وهي طريقة من طرق الصوفية مكذوبة على عبد القادر الجيلاني. عبد القادر الجيلاني من علماء أهل السنة، ومعروف بعلمه وتحقيقه وتوحيده، لكن غلوا فيه والعياذ بالله، كما غلوا في غيره من الأولياء والصالحين، وهو بريء مما افتروه عليه وأسندوه إليه أنه ينفع ويضر وأنه يشفع لهم عند الله، وأنه وأخذوا غير عبد القادر، أخذوا أئمة آخرين، القادرية، التيجانية، الأتباع التيجاني، الفلان، الشاذلية إلى آخره، هكذا طرق الإسلام. هل هو طرق؟ والإسلام دين واحد، والقدوة واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لنا قدوة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، هو إمامنا، وبقية الأئمة إنما هم تابعون للرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي يتبع الرسول هذا هو إمامنا، والذي يخالف الرسول هذا ليس إماما لنا. وهؤلاء الأئمة الذين ينتسبون إليهم أغلبهم من أهل التوحيد وأهل العقيدة، يتبرؤون من هذه النحل وهذه الطرق الصوفية، يتبرؤون منه، خصوصا عبد القادر الجيلاني فإنه يتبرأ من هذه الطريقة التي نسبت إليه زورا وبهتانا. نعم. ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله. هذه الشبهة، يقول أنا مذنب
ولا أقدر أني أسأل الله مباشرة لأني مذنب، لا بد أتخذ بيني وبين الله واسطة يشفع لي عنده ويتوسط لي عنده. هذه شبهتهم. ولا يقتصرون على أنهم يتخذون واسطة أو يسألون بحقها أو بجاه، هذه بدعة. ولكن يزيدون على ذلك بأن يذبحوا له وينذرون له ويصرفون له شيء من العبادة، يصرفون لهؤلاء أنواعا من العبادة من أجل أن يشفعوا لهم عند الله، كما قال المشركون من قبل: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه شبهة المشركين الأولين، يقولون نحن لا نشرك بالله، نعتقد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكن نحن مذنبون وهؤلاء صالحون يتوسطون لنا عند الله. لو اقتصر الأمر على هذا صار بدعة فقط، لكن ما اقتصر على هذا، بل يذبحون لهم ينذرون لهم عند قبورهم، يطوفون بها ويستغيثون بهم وينادونهم، فأشركوهم مع الله عز وجل العبادة. نعم. وأطلب من الله بهم، الصالحون لهم جاه عند الله، هذا صحيح، لكن حقهم وجاههم لهم، ما هو بلك أنت مالك إلا عمل، أنت مالك إلا عمل، ما ينفعك عمل غيرك، عمل الصالحين ما ينفعك إلا عملك أنت. الله جل وعلا يقول: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. من اللي قال لك أن الصالحين يتوسطون وأنهم يشفعون؟ هل في القرآن شيء من هذا؟ هل في السنة أنه يتخذ هؤلاء الصالحون وسطاء بين الخلق وبين ربهم؟ الله جل وعلا ليس بينه وبين الخلق واسطة في قضاء الحاجات وتفريج الكربات والرزق والمغفرة، ليس بينه وبينهم واسطة، بل إنهم يطلبون منه مباشرة. وصلاح الصالحين ما ينفعك أنت، ينفعهم هم فقط، ما علاقتك بأعمال الصالحين، ما لك علاقة بها، توسل إلى الله بأعمالك أنت، ما توسل إلى الله بأعمال فلان، تقول فلان صالح وفلان تقي يا ربي شفعه فيه، ما تقولها، تقول أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. فإن قال: إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ هذه شبهة ثانية، يقول أن المشركين الأولين يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار، وأنا ما أعبد الأصنام ولا الأحجار والأشجار، أنا أتقرب إلى الصالحين ليتوسطوا لي. الجواب أن تقول: المشركون الأولون متنوعون في شركهم، منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين. فاللي يعبدون الأصنام طائفة منهم، وأكثر المشركين لا يعبدون الأصنام، وإنما يعبدون الأولياء والصالحين. قوم نوح من عبدوا؟ عبدوا الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق، ما عبدوا الأصنام، عبدوا الصالحين. هذه نعم. أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ الأنبياء ليسوا أصناما، ولكن دعاؤهم وتقرب إليهم هذه عبادة لغير الله عز وجل، وإن كانوا أنبياء. والأنبياء لا يرضون بهذا، هم جاءوا بالنهي عن هذا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ينهون عن هذا، ينهون. إن حتى عيسى عليه السلام يوم القيامة حينما يقول الله له: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس
تتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا الذي أمر به المسيح، ما قال لهم اعبدوني أو اعتقدوا أني ابن الله أو أني المخلص أو أني أنا اللي أتوسط لكم عند الله، ما قال المسيح هذا عليه السلام، بل أمر بعبادة الله وحده لا شريك له، اعبدوا الله ربي وربه، هذا الذي قاله المسيح. نعم. فجاوبه بما تقدم. نعم، من أن المشركين أول شيء أنهم ما اقتصروا على عبادة الأصنام، بل يعبدون الأولياء والصالحين والملائكة والمخلوقين، وثانيا أنهم ما اعتقدوا في هذه أنها تخلق وترزق، وإنما اعتقدوا أنها وسائط شفعة فقط. نعم. فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة. نعم، ومع هذا رد الله عليهم، ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، فسمى هذا شرك، سماه شركا مع أنهم يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، وإنما نعبدهم ليشفعوا لنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قال الله سبحانه وتعالى عما يشركون، فسماه شركا مع أنهم يسمونه توسلا، الله سماه شركا وهم يسمونه توسلا. نعم. ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر. أراد هذا المشرك أن يفرق بين فعل المشركين الأولين وبين فعله، بأن فعله توسل وطلب للشفاعة، والأولين يعبدون الأشجار والأحجار والأصنام، يقول لا أبدا، هم مثلك يعبدون الأولياء والصالحين والملائكة والجن والإنس، ومنهم من يعبد الأصنام، صحيح منهم من يعبد الأصنام لكن ما هم كلهم، وحتى اللي يعبدون الأصنام ما يعتقدون أنها تخلق وترزق، وإنما يريدونها وسائط بينهم وبين الله. نعم. فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء. ما هم كلهم مقتصرين على عبادة الأصنام، بل منهم من يعبد الصالحين مثلكم. نعم. الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال الله جل وعلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة يعني القرب، القرب من الله عز وجل، فإذا كانوا هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة وفقراء كيف يدعون من دون الله؟ ويراد بهذا المسيح عليه السلام وعزير اللي يعبدونهم من دون الله، الله بيّن أن هؤلاء الذين تعبدونهم هم مثلكم عباد يدعون الله عز وجل ويطلبون الوسيلة إليه، والوسيلة هي القرب، ليست الوسيلة ما يريده هؤلاء أنه الواسطة، لا، الوسيلة هي القرب من الله. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي القرب بطاعته، ابتغوا إليه الوسيلة أي التقرب إليه بطاعته، وليس المراد بالوسيلة ما تريدونه من اتخاذ الأولياء والصالحين، هذا الله رد عليهم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، شوف أيهم أقرب، هذا يفسر الوسيلة بأنه التقرب إلى الله عز وجل، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فإذا كان هؤلاء عباد يرجون الرحمة ويخافون من عذاب الله فكيف يدعون من دون الله؟ نعم.
ويدعون عيسى ابن مريم وأمه. وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. هم يعبدون المسيح عليه السلام ويعبدون مريم أم المسيح ويقولون الله ثالث ثلاثة، نسأل الله العافية. الله رد عليهم فقال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ليس له من الربوبية شيء، وإنما هو رسول مبلغ عن الله عز وجل مثل غيره من الرسل. ما المسيح ابن مريم إلا رسول، ما هو بإله، وليس هو ابن الله كما تقولون، وإنما هو ابن مريم، ليس ابن لله، وإنما هو ابن مريم، بشر مخلوق. وأمه صديقة عابدة، أمه صديقة عابدة لله عز وجل، وليست ربا، وإنما هي عابدة لله. والصديق هو المبالغ في الصدق، الصديق هو المبالغ في الصدق. فمريم عليها السلام صديقة، ليست نبية، وإنما هي صديقة من الصديقين، وهم المبالغون في الصدق مع الله سبحانه وتعالى، مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، سمي صديقا لأنه كثير الصدق رضي الله عنه، لا يعرف الكذب، لا يعرف الكذب، وإنما هو صادق في جميع أموره، مخلص لله عز وجل، فسمي بالصديق. والمؤمنون درجات، المؤمنون درجات، منهم الأنبياء ومنهم الصديقون ومنهم الصالحون، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أربعة أصناف، أربع طبقات، المؤمنون أربع طبقات: أنبياء أو صديقون وهم الذين يلون الأنبياء في المرتبة، أو صالحون أو شهداء، شهداء استشهدوا في سبيل الله عز وجل. هذه مراتب المؤمنين. فعيسى عليه السلام نبي من الأنبياء من الدرجة الأولى، وأمه من أيش؟ من الدرجة الثانية صديقة. فإذا كان نبيا وأمه صديقة، كيف يعبدون من دون الله عز وجل؟ هذا برهان على رد عليهم. وكذلك برهان ثاني: يأكلان الطعام، والرب لا يأكل الطعام، أكل اللي يأكل الطعام هذا محتاج، والرب غني سبحانه، ما هو بحاجة إلى أن يأكل الطعام. فكون عيسى يأكل الطعام ومريم تأكل الطعام، هذا يدل على بطلان عبادتهم من دون الله، لأنهم فقراء محتاجون إلى الطعام. الله جل وعلا يطعم ولا يطعم، فالذي يأكل الطعام هذا محتاج، هذا محتاج، والله جل وعلا غني عن كل شيء، وكل شيء فقير إليه سبحانه وتعالى. كان يأكل عن الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات، انظر كيف نبين لهم الآيات، يعني الأدلة والبراهين، ومع هذا لا يعبؤون بها. نعم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. هذا رد على النصارى. قل أتعبدون من دون الله، يعني يعبدون المسيح وأمة، ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. فهذا رد، هذا برهان ثالث، أنها أن المسيح وأمه لا يملكون الضر والنفع، الذي لا يملك النفع والضر كيف يعبد من دون الله عز وجل؟ نعم.
واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. نعم، في فريق يعبدون الملائكة، يعبدون الملائكة من دون الله عز وجل. في يوم القيامة يفضحهم الله جل وعلا فيقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك، هذا تنزيه لله عز وجل، أنت ولينا من دوني، بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين. فالذي يعبد الملائكة لا يعبد الملائكة، لأن الملائكة لا ترضى بهذا، وإنما يعبد الذين أمروه بهذا وهم الشياطين، يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فكل من عبد غير الله إنما عبد الشيطان، لأنه هو الذي أمره بهذا. ففي يوم القيامة يتبرأ الملائكة من الذين عبدوهم من دون الله، ويقولون إنهم لا يعبدوننا وإنما يعبدون الشياطين، لأنها هي التي أمرتهم بهذا، أما نحن فلم نأمرهم بذلك. نعم، فكيف يعبدوننا ونحن لم نأمرهم بذلك؟ نعم. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ممن عبدوهم يوم القيامة ذكر موقف المسيح منهم، وأنه يتبرأ منهم أيضا، هذا مآلهم وهذه عاقبتهم. وكل من عبد غير الله فإن معبوده يتبرأ منه يوم القيامة، يتبرأ منه. وإذا حشر الناس ومن أضلهم من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، تبرؤون منهم يوم القيامة، هذه العاقبة. نعم، كل معبود دون الله يتبرأ ممن عبده يوم القيامة. والحاجة متى؟ الحاجة إلى العبادة متى تكون؟ يوم القيامة. فإذا صار يوم القيامة تبرأ كل من عبد من دون الله ممن عبده وانقطعت به الأسباب والعياذ بالله. إذا تبرأ منه معبوده ماذا يبقى له؟ ما يبقى إلا الذين يعبدون الله عز وجل. الذين يعبدون الله هم الذين يفوزون يوم القيامة، أما الذين يعبدون غير الله فإنهم يخيبون ويخسرون يوم القيامة، لأنهم يتبرؤون منهم أحوج ما يكونون إليهم. فالله بيّن لعباده هذا من أجل التحذير من الشرك، بيّن لهم عاقبة المشركين حتى يتركوا الشرك ما داموا على قيد الحياة، ويستدركوا أمرهم قبل أن يفوت الأوان. نعم. فقل له: أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله إلى المشركين، المشركون في وقته متفرقون في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأصنام والأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الصالحين. الرسول لم يفرق بينهم، قاتلهم جميعا، لم يفرق بين من عبد صنما ومن عبد قبرا ووليا من الأولياء، قاتلهم واعتبرهم مشركين. وأنتم تفرقون تقولون لا، الشرك عبادة الأصنام، أما عبادة الصالحين هذه ليست شركا، هذه إنما هي توسل وطلب للشفاعة. الرسول لم يفرق هذا التفريق، بل اعتبرهم جميعا مشركين وقاتلهم واستحل دماءهم وأموالهم، لم يفرق بين من عبد صالحا من الصالحين أو عبد صنما
أو حجرا أو شجرا. نعم، فمن أين جئتم بالفرق هذا؟ نعم. فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، هذا هو نفس الكلام الأول، هو نفس الكلام الأول. يقول إن المشركين الأولين يريدون من الأصنام ولا يريدون من الله، وأنا ما أريد من الأولياء والصالحين، إنما أريد من الله وأجعل الأولياء والصالحين واسطة فقط. نقول هذا هو نفس الذي عليه المشركون الأولون، هم لا يريدون منها، يعتقدون أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر شيء، وإنما يريدونها وسائط فقط، فلا فرق بينك وبينهم. نعم، وهذا تراه موجود في كتبهم الآن، يقولون نفس هذه الشبهات موجود في كتب عباد القبور، والله حنا ما حنا نعتقد أنهم يخلقون ويرزقون، وإنما هم صالحون ونريد منهم أنهم يتوسطون لنا. نقول له هذه نفس مقالة المشركين الأولين، ما في فرق، أنت ما تقرأ القرآن، هذا موجود في القرآن. نعم، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. شفاعتهم الشفاعة حق، لكن الشفاعة ما تكون إلا للمؤمن، ما تكون للمشرك. المشركون قال الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، الذي يرجو الشفاعة هو المؤمن الموحد الذي عنده ذنوب ومعاصي دون الشرك، هذا تنفعه الشفاعة بإذن الله، بإذن الله. ولا تطلب الشفاعة من الأموات، إنما تطلب من الله جل وعلا، تقول اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في عبادك الصالحين، تطلب الشفاعة من الله، ما تطلبها من الميت، الميت ما يطلب منه شيء، لا شفاعة ولا غيره، إنما يطلب الأشياء من الله جل وعلا. نعم، فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء. أي نعم، شفعاؤنا عند الله، أنتم تقولون هؤلاء شفعاؤنا، ما نعتقد فيهم النفع والضر، وإنما نطلب منهم الشفاعة فقط، هذا كلام المشركين الأولين. نعم، وقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هذا قصدهم، وهم قصدهم أنهم ينفعون ويضرون، إنما قصدهم أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، ومع هذا حكم الله عليهم بالكفر، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر، حكم على قولهم هذا بأنه كذب وأنه كفر، وهم يقولون ما نعتقد فيهم الخلق والرزق وأمور الربوبية، وإنما نعتقد فيهم أنهم يقربوننا إلى الله زلفى، بمعنى أنهم يتوسطون لنا عند الله. الله قال جل وعلا إن الله لا الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، حكم على قولهم بأنه كذب وأنه كفر، وهم يقولون نريد منهم أنهم يقربوننا إلى الله، نفس الشيء. نعم، وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي نعم، هم يقولون يقربوننا إلى الله زلفى أو شفعاء، والله رد الشبهتين، رد اتخاذهم شفعاء في سورة يونس، ورد اتخاذهم وسائط يقربون إلى الله في سورة الزمر. قال تعالى تنزيل، بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله، شوف، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، الله ما يقبل إلا الدين الخالص من الشرك،
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فحكم عليهم بالكفر والكذب وهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى نفس مقالتكم سواء بسواء. نعم. واعلم أن هذه الشبهة الثلاثة هي أكبر ما عندهم. نعم الشبهة الثلاثة التي سبقت إن الشرك هو عبادة الأصنام، وأما عبادة الأولياء والصالحين هذا ليس شرك وإنما هو توسل وطلب للشفاعة، هذه شبهة ورد عليها الشيخ رحمه الله. والشبهة الثانية أنهم يقولون ما سبق، يقولون ما سبق إن الله أمر باتخاذ الوسيلة يبتغوا إليه الوسيلة وهذه وسيلة، نقول لا الوسيلة ما هي إنك تجعل بينك وبين الله واسطة من الخلق، الوسيلة هي إلى الله العبادة، عبادة الله هي التي تكون وسيلة لك عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. إذا فهمت هذه الشبهة بأنواعها الثلاثة فهمت جوابها فاللي بعدها سهل، بقية الشبهات أسهل منها، لكن هذه أشد ما يحتجون به، أشد ما يحتجون به إنهم يقولون نحن ما نريد منهم إنهم يخلقون لنا شيء ويرزقون وإنما نريد منهم الشفاعة فقط، هذه واحد. الثانية يقولون الشرك هو عبادة الأصنام، أما اتخاذ الأولياء والصالحين هذا ليس شركا وإنما هو توسل إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه أعظم ما عندهم من الشبهات. نعم. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، هذه شبهة أخرى، هذه شبهة أخرى، يقول أنا لا أعبد إلا الله، العبادة يعترف أنها لله ولكن طلب الشفاعة والتوسط بهم ليس شركا وليس عبادة، ليس عبادة لهم، تقول له الله سماه عبادة في القرآن، سمى التوسل بالصالحين وطلب الشفاعة منهم سماه عبادة، وأنت تقول إنه ما هو بعبادة، وسماه شركا أنت تقول إنه ما هو بشرك، فهذه محادة لله عز وجل. نعم. فهذا من تسمية الأسماء، من تسمية الأشياء بغير اسمه، يسمون الشرك توسل وطلب للشفاعة، هذا ما يغيره شركه، لو سميته توسل هو شرك، الله جل وعلا سماه شركا في القرآن، سماه شركا في القرآن سبحانه وتعالى عما يشركون، مع أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، شوف اعترفوا أنهم يعبدونهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، اعترفوا أنهم يعبدون غير الله، ولكن احتجوا بأنهم ما قصدهم الشرك، قصدهم أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، تناقض، هذا تناقض، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عندهم، سمونه شفاعة، الله سماه شركا فقال سبحانه وتعالى عما يشركون، سماه شركا وهم يسمونه طلب شفاعة ويسمونه توسل إلى الله، سماه الله كفرا، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. تغيير الأسماء ما يغير الحقائق. نعم. فقل له أنت تقرأ أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك
هو يعترف أن الله فرض عليه العبادة والإخلاص لله، تقول له فسر لي العبادة ما هي، لأنه ما يعرف العبادة ولا يعرف الشرك، ما يعرف تعريف العبادة، وتقول له عرف لي العبادة ما استطاع، عرف لي الشرك ما يستطيع، فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ نعم. فإذا قال نعم فقل له تبين لي هذا الذي فرض عليك، بين لي العبادة، الإخلاص في العبادة ما معناه، ما معناه، هل معناه أنك ما تعبد إلا الله ولا تعبد غيره، أو معناه أنك تعبد الله وتعبد معه غيره؟ هذا الواقع منهم، أنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فهم هم خالفوا أمر الله جل وعلا، الله أمرهم بإخلاص العبادة له وهم أشركوا معه غيره. نعم. وهو إخلاص العبادة لله وحده. يعني متى تكون العبادة خالصة لله وحده؟ إذا لم يكن فيها شرك ودعوة لغير الله. نعم. وهو حقه عليك، فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك، قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، اسأله عن معنى العبادة، ويقول العبادة حق لله ولا يجوز يعبد غير الله، يقول هذا، يقول له ما معنى العبادة، ما معنى العبادة؟ العبادة أن تتقرب إلى الله بجميع أنواع ما شرعه، إذا نذرت لغير الله هذا شرك، وهذا هو واقعهم، أنهم يذبحون للقبور وينذرون للقبور ويستغيثون بالأموات وهم يقولون ما نعبد إلا الله. فهذا عبادة لله، فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة، فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم، فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم، فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. نعم، هذا جواب واضح، ويقول العبادة لله، أنا أعترف بهذا، وأن الله أمر بإخلاص العبادة لله، تجي لما فعله اللي هو يفعل تقول له هل الدعاء عبادة؟ لازم يقول نعم، الدعاء عبادة. يقول له إذا دعوت غير الله هل أشركت؟ لا بد يعترف، يقول نعم هذا شرك. يقول له الذبح، الذبح هل هو عبادة ولا لا؟ لا بد يقول إنه عبادة. يقول له إذا ذبحت لغير الله هل أشركت؟ لا بد يقول نعم، لا بد أن يقول نعم، ما يستطيع يقول لا. وكذلك بقية أعمالهم، كل أنواع العبادة إذا صرف شيء منها لغير الله فهذا شرك، وهذا هو ما هم عليه، يذبحون للقبور، ينذرون، النذر قل له هل النذر عبادة؟ لا بد يقول نعم عبادة. قل له إذا نذرت لله هل عبدت الله؟ يقول نعم. قل له إذا نذرت لغير الله هل عبدت غير الله؟ لا بد يقول نعم. فأنت تلزمه بهذه الأمور، تلزمه بهذه الأمور، فإذا ألزمته بهذه الأمور فإما أن
يمن الله عليه بالتوبة والرجوع إلى الحق، وإما أن يعاند ويبقى لكن يكون عن علم ما هو عن جهل. أنت بينت له وعلم هذا وعرفه، فإذا أصر فقد قامت عليه الحجة وانقطعت معذرته وزال جهله. وهذه فائدة المناظرة، هذه فائدة المناظرة مع هؤلاء. نعم. فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ إذا قال لك أن تنكر شفاعة الرسول تقول لا، شفاعة الرسول حق، الشفاعة حق. فيقول أنا أطلب الشفاعة، هذا قصدي. تقول له الشفاعة إنما هي لأهل التوحيد وأهل الإيمان، ما تكون الشفاعة للمشركين والكفار. قال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والله لا يرضى عن المشركين وعباد القبور وعباد الأصنام. فإذا كنت تريد الشفاعة فعليك بالإخلاص لله عز وجل، عليك بالتوحيد. والشفاعة ما تطلب من الأموات، الميت ما يقدر على شيء، الشفاعة تطلب من الله جل وعلا. تقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في عبادك الصالحين، اللهم ارزقني شفاعتهم. تطلبها من الله، ما تطلبها من الميت. تقف عند القبور وتطلب منهم الشفاعة، اطلب من الله، ارفع يديك لله، اللهم شفع في نبيك وعبادك الصالحين، اللهم ارزقني شفاعتهم يوم القيامة. لأن الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا. فتطلب من الله جل وعلا. نعم. فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، وأرجو شفاعته. الشفاعة لله، ما هي ملك للمخلوقين، والمخلوق ما يشفع إلا بعد إذن الله جل وعلا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. ولكن الشفاعة كلها لله تعالى، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله، ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله. فأطلبها منه، فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيه، وأمثال هذا. أي نعم. إذا قال: أنا أقصد الشفاعة، هل تنكر الشفاعة؟ قل له: لا، الشفاعة حق، الشفاعة حق، ولكن الشفاعة ملك لله، وتطلب من الله، ما تطلب من المخلوقين، ما تطلب من المخلوقين، خصوصا الأموات. لأن الله جل وعلا لا يشفع أحد عنده إلا بإذن، هذا شرط. الشفاعة لها شرطان: الشرط الأول أن يأذن الله بها، الشرط الثاني أن تكون في أهل التوحيد من العصاة الموحدين، ما تكون للمشرك. المشرك ما تقبل فيه شفاعة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. المشرك ما تقبل فيه شفاعة أبدا. فالشفاعة لها شرطان: أولا أن يأذن الله بها،
الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، موحد مؤمن لكن عنده معاصي وكبائر يستوجب بها دخول النار، فيشفع له الرسول أو يشفع له الملك أو يشفع له أحد من الصالحين بإذن الله، يأذن الله جل وعلا بذلك. أما أن تطلب الشفاعة من غير الله، أنت تطلبها ممن لا يملكها، والشافع ما يشفع إلا بإذن الله، ما هو مثل الشفاعة عند الملوك والرؤساء يشفعون ولو لم يأذنوا الله جل وعلا، ما أحد يشفع عنده إلا بإذنه. نعم.